تتجه الأندار اليوم إلى الملعب أصطاد 5 جويلي 1962 بالجزائر لاستضافة مباراة الاتحاد الجزائر الجزائري الجزائري وفريق أوروبا يونايتد البوتسواني في الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الكل يريد مستر المباراة إذا مع الضغط على زر اللايك والإشتراك بالقناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية سوف تلعب المباراة في سم الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر والساعة 7 مساء بتوقيت كرينيت وسوف تدار المباراة عبر قناة بين سبورت اكسترا اثنين الناقل الحصري والبث المباشر لهذه مباراة قوية اليوم تجدون البث في صندوق الوصف عند بداية المباراة أتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وشاركونا ايضا توقعاتكم المباراة من سوف يفوز الفريق اتحاد الجزائر المستوفرة اليوم او فريق اوروبا يونايتد الضيف في مباراة اليوم نتمنى الحظ الموفق لفريق الاتحاد الجزائر